انا برفض امتى؟ لما بيكون اهتمامي بالاخر اهم مني. فانا بيجيلي سياتيكا عرق الناس امتى؟ اما يكون اهتمامي بالسيطرة على الاخر اهم مني انا شخصيا. فانا طول النهار قاعد بفكر في ايه؟ يا ازاي اسيطر؟ يا لهوي انا ما سيطرتش. يجيلي ايه؟ عرق ناس. ينفع ما سيطرش على ابني؟ لا طبعا لازم اسيطر على ابني، ولا مسخرة. يجي لي عرق ناس. ينفع ما سيطرش على شركتي؟ انا لازم اسيطر على شركتي. يجي لي ايه؟ عرق ناس. ينفع ما سيطرش على جوزي؟ انا لازم اسيطر على جوزي. يجي لي ايه؟ عرق ناس. وزيك تلاقي ستات كتير قوي يجي لها عرق ناس بعد ما جوزها يموت، مش لاقي جوزها سيطر عليه. والمصحف ما بهزر، الراجل اتقبر خلاص وراح في السلامه، ما عنديش جوزها سيطر عليه. يجي لها عرق ناس. مين اللي ودى الدم للعضلات؟ زود الدم في العضلات وانا بمد ايدي اخد الكوبايه، ولا انا؟ مجرد الجهاز العصبي لا ارادي ما عرف ان انا اراديا انا عايز اروح اجيب الكوبايه، عمل ايه؟ راح مزود الدم في الدراعات، الدراع اليمين مش الشمال، يعني عنده هذا تمييز. مزود الدم في الدراع اليمين عشان الدراع اليمين يقدر يعمل ايه؟ يشيل الكوبايه. وصلت؟ فاذا فجاء دكتور هاوزر قال لك لا، اي مرض في الدنيا مشكلته اضطراب في الجهاز العصبي لا ارادي. لان الجهاز العصبي اللا ارادي ده بيتحكم في جميع خلايا الجسم، عصبيا باعصاب وهرمونيا بالهرمونات. لان في غده اسمها الغده النخاميه في اسفل المخ، الغده النخاميه دي هي اللي بيسموها الغده المايسترو، زي عارفين المايسترو بتاع الفرقه الموسيقيه اللي بيعمل وبعدين مشاور هنا، والمجموعه اللي هي تبدا تشتغل يشاور هنا، المجموعه دي تقف، وبعدين انتوا اهدوا شويه اهدوا شويه، اللي ورا دول يعلو يعلو معايا حضراتكم. فالمايسترو قاعد بيعمل ايه؟ قاعد بيوزع الادوار للفرقه الموسيقيه الكبيره دي. معايا؟ في غده اسمها الغده المايسترو اللي هي الغده النخاميه. الغده النخاميه دي هي جزء حقيقه من الجهاز العصبي اللا ارادي، بس بتوصل لخلايا الجسم عن طريق ايه؟ هرمونات. هرمونات توصل مباشرة لخلايا الجسم، وهرمونات بتوصل لغدد أخرى بتفرز الإفرازات اللي هي عايزاها توصل لخلايا الجسم. واصلة؟ فإذا الجهاز العصبي اللا إرادي واصل لجميع خلايا الجسم بلا استثناء مباشرة بأعصاب ومباشرة بهرمونات، ومباشرة بهرمونات وغير مباشر بالهرمونات بتاعت الغدد الأخرى. وصلت ولا ما وصلتش؟ فجميع خلايا جسم الانسان تحت سيطرة مين؟ حتى الاعصاب نفسها. يعني الاعصاب اللي احنا بنتحكم فيها بالحركة، مين اللي بيغذيها؟ الجهاز العصبي اللا إرادي.